لسه مستمرين معاكم في جولتنا وبرنامج صباح الورد من الجامعة الأمريكية ومهرجان القاهرة الدولي للجاز في نسخته العاشرة. والحقيقة ان احنا شايفين المهرجان بيكبر سنة عن سنة، يعني من 10 سنين كل سنة بنشوف فرق مختلفة، بنشوف حفلات مختلفة، بنشوف فرق جديدة، ناس اول مرة بتزور مصر، وده انعكس ويدل انه المهرجان بيكبر كل سنة واصبح عندنا مهرجان كبير الحمد لله. خلينا نشوف بقى مين العقول اللي ورا المهرجان ده، وخلينا نقابل عمرو صلاح الفنان الكبير اللي بس مش اسس مهرجان القاهرة الدولي للجاز لكنه كمان واحد من اهم فنانين الجاز في مصر، وكلنا طبعا فاكرين افتكاساته وازاي كانوا مكسرين الدنيا في كتير من الحفلات. وقال لي كمان قبل انه في ريونيون كمان لافتكاسات، نساله عن المهرجان ونساله كمان عن نشاطه الفني. برحب بيك معانا في تاني. اهلا وسهلا، برحب بيكم في الدوره العاشره للمهرجان القاهره. لما بنقول الدوره العاشره يعني ما حدش مصدق ان 9 سنين عدت. ايوه انا هاخدك ورا شويه. ايوه دلوقتي يعني من 10 سنين كنت مفكر ان انت هتقدر تستمر 10 سنين ورا بعض والمهرجان يقدر يكبر ويكبر ويكبر؟ لا خالص حقيقه، يعني ده ما كنتش يعني كان عندي الامل وكنت يعني حاطه جوه يعني نفسي كده واقول يا رب ان احنا نعمل 5 سنين حتى على الاقل. فعملنا 5 سنين وما كنتش مصدق، وكانت والحمد لله دوره بعد دوره كانت يعني في نجاح، واستضافنا اسامي ضخمه وشرفتنا على مصر مسارح زياد رحباني وريما خشيش وجيلبرتو جيل وهام بينينج وسعد ماسي وعمر خيرت. السنه دي احنا شايفين حفلات اكبر ودول اكتر مشاركه، لو تكلمنا برضو عن المشاركه السنه دي. دوره كبيره الحقيقه، دوره ضخمه تكاد تكون يعني اضخم دوره لغايه دلوقتي عملناها بعد سنه 2015. مشاركين 14 دوله و21 عرض موسيقى. 20 عرض موسيقى ده رقم ضخم، رقم ضخم جدا. الحفلات كلها في الجامعه الامريكيه ولا فين برضه؟ الحفلات كلها في الجامعه الامريكيه بالتبادل على مسرحين، بقاعه باسيلي ومسرح في الهواء الطلق، يعني اقمناه خصيصا عشان يبقى فيه يعني نضيف روح التنقل في المهرجان. الناس بتخرج من قاعه تروح قاعه، وان شاء الله الفعاليات مستمره على الاربع ايام بهذا المنظر. مين ابرز الفنانين المشاركين السنه دي؟ طبعا احنا يعني سعداء ان احنا بنقدم دم جديد كل سنه، يعني وده يعني هدف من اهداف المهرجان. الفنان طبعا باسم درويش وعازف عود المصري المغترب في المانيا، وهو طبعا من مؤسسين فريق كايروس تيبس، هو مؤسس فريق هيكونوا في الختام، هو ضيف حفل ختام. وطبعا عندنا في حفل الافتتاح تشرفنا بوجود دكتور مجدي بغدادي واوركسترا بغدادي بيج باند، يعني اللي شاءت الظروف ان هم يفتتحوا الدوره العاشره زي ما افتتحوا الدوره الاولى 2009. هشام خرم الحقيقه من الاسامي اللي احنا يعني فخورين ان احنا سعداء جدا يعني وجوده معانا السنه دي. طب انا عايز اروح معاك كمان، يعني احنا مفتقدين افتكاسات، فلو تقول لنا بقى بما ان احنا في مهرجان الجاز في نسخته العاشره، افتكاسات موجوده، وانتوا قدمتوا الجاز يعني بصور واشكال مختلفه. احنا شويه مقلين في حفلاتنا، بس احنا يعني خدنا عملنا كده يعني مبادره اخيره كده وجمعنا بعض تاني، وعندنا يعني حفله يوم 19 اكتوبر في سايت صاوي، ونتمنى طبعا ده اللاين اب القديم كله، عمرو خيري وهاني البدري ووسو ويعني كل المجرمين اللي قدام يعني مستنيين جدا. طب الجديد كمان السنه دي، خلينا نقول انه احنا سمعنا ان في تالنت شو في المهرجان طبعا، في المهرجان في نسخته العاشره، وكمان هتبقى في فرصه
مختلفه. يعني انا يمكن المستشار الثقافي الجامعه الامريكيه قال لي كمان الطلاب ومحبي الجاز هيقابلوا الفرق ويكون عندهم فرصه للتواصل معاهم. ازاي ده هيتم لو تقول لنا؟ طيب احنا عندنا يوم السبت هنقدم انتاج او نتيجه المسابقه اللي احنا اعلنا عنها السنة دي لأول مرة لاكتشاف مواهب جديدة في الجاز. فاحنا كنا أعلنا على عن مسابقة يعني بورونا ما عندكم. والحقيقة ظهر أربع يعني فاز في هذه المسابقة أربع شباب عمرهم لا يتجاوز يعني 25 سنة ومواهب مذهلة. ده أقل ما يقال عن المواهب دي. انا الحقيقه انبهرت لان انا لما فكرنا في المسابقه انا توقعت ان هتيجي مواهب يعني مش قصدي حاجه بس يعني مش لسه في بدايتها خالص لسه في بدايات خالص. وفوجئت ان انا قدام بيانيست مفترس ومطربه مفترسه واربع مفترسين شباب. يعني جيسون هو عازف بيانو مصري وسجل اغنيه يعني بقى شفت الفيديو بتاعه كلمت الناس معايا قلت لهم مين ده؟ قلت لهم ده كان فين؟ وده يخليكم تفكروا ان انتوا يمكن تدخلوه او تحاولوا يبقى فيه خلينا تجارب تعاون فني مثلا. احنا لينا انا متشرف جدا ان انا بقدم الجيل ده. ده الجيل اللي قادم بمنتهى القوه مش بس بقوه. ودورنا ان احنا لان المهرجان قام عشان كده عشان يعمل يعني ساحه وبلاتفورم علشان يبقى عندنا انتاج مصري موسيقي في موسيقى الجاز. فهنقدم الاربع شباب يوم السبت ان شاء الله في حوالي الساعه 4 ظهرا لان المهرجان برضو بيبتدي بفعالياته من الصبح. وبعد كده عندنا الـ يعني قبل كده هيبقى في ورش عمل وبعد كده هيبقى في برضو حلقات عزف مشترك وجام سيشنز ومواهب تانية طبعا من الجامعه. برضو لازم اذكر ان في مواهب من شباب الستودنت يونيون اتحاد الطلاب هنا في جامعه امريكيه. والورك شوبس دي كمان بين الفنانين وبعضهم يعني طبعا عشان ممكن يطلعوا بحاجه. الورك شوبس احنا السنه دي يعني موجهه اكتر للاطفال أطفال. عشان نعرف الصغيرين يعني ايه بلوز ويعني ايه جاز ويعني ايه سوينج ونعمل مساحه حلوه للتفاعل معهم مع الاطفال الصغيرين. قبل ما اختم معاك وانا عارف ان يومك طويل ومرهق شايف مهرجان القاهره الدولي للجاز نقدر نقول ان احنا بقى عندنا مهرجان بينافس بره زي سان خوسيه مثلا في امريكا او غيرها؟ هيبقى عندنا مهرجان بينافس بره لما تتكاتف كل الجهود وكل المؤسسات والدوله اللي احنا بنشكرها برضو. ما لازم اوجه كلمه شكر وزاره الثقافه حاولت طبعا لازم اوجه كلمه شكر لوزاره الثقافه والوزير المستنيره المثقفه دكتوره ايناس عبدايم لان هي عندها بعد نظر وعندها رؤيه حلوه للمستقبل الثقافي في مصر. وكمان لهيئه تنشيط السياحه لان هي عندها الموجودين في هذه الهيئه كمان وحمله طبعا This is Egypt. بالظبط This is Egypt. يعني فانا مره ثانيه بكرر المهرجان هيقف ويبقى مهرجان بينافس ممكن جدا ان احنا ننافس مونتريال جاز فيستيفال اللي هو اكبر مهرجان في العالم اللي بيزوره في السنه 2 مليون زائر. بيزور مهرجان جاز واحنا بنتكلم على الاثار وبنتكلم على الكرنك وبنتكلم على الاقصر. ممكن نستغل الاماكن دي طبعا في مدينه مونتريال يعني ما فيهاش حاجه يعني مهرجان جاز عند الهرم واي نوت ليه لا الجاز مش لا احنا نقدر نعمل كده بس تتضافر كل الجهود. بنحييك ونشكرك الموسيقي والبيانيست والمؤلف ومؤسس مهرجان القاهره الدولي للجاز. شكرا عمرو صلاح ربنا معاك كمان في المهرجان. معلش انا عارفه كان يوم صعب بس حبينا نكون موجودين معاك في المهرجان. شكرا جزيلا.